أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قطار مصر. قطار مصر هيقف في المحطة اللي بتناسبك، والنهاردة قطارنا واقف في محطة الأعياد ومحطة الاحتفالات. وكل سنة والشعب المصري والشعب العربي بخير، وبنوجه أسرة البرنامج بتوجه كل تحية وتقدير وكل معايدة وأفضل معايدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة يومنا مختلف، النهاردة يوم كله فرحة، النهاردة يوم كله عيد، والنهاردة فقراتنا هتبقى جديدة وفقرات مختلفة، ومحطاتنا كمان محطات جديدة ومحطات مختلفة. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع فقرة الألوان. ورجعنا لكم تاني، ورجعنا لكم النهاردة في محطة المتميزين، محطة المبدعين. احنا بندور على النماذج المشرفة، النماذج اللي عملت بطولات، النماذج اللي عملت حاجات ممكن مش الكل قدر ان هو يعملها او ان هو يسمع عنها. كتير كتير من الناس بتستغرب لما يلاقوا بنت متميزة ويلاقوا بنت ناجحة ويلاقوا بنت داخلة في مجال الولاد ممكن يخافوا ان هم يدخلوا في المجال ده. النهاردة معايا ومعاكم كابتن سلمى سليم. كابتن سلمى سليم يا جماعة من الناس المتميزة جدا 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 في سباق السيارات، ومتميزة جدا جدا كمان في حاجات كتير هي هتكلمنا عنها باستفاضة، لأن المجال جديد ومجال صعب، ومجال صعب على بنت في سنها ان هي تقوم بيه. ازيك يا سلمى؟ اهلا، ازيك، عامل ايه؟ كلمينا كده من البداية، ابتدينا ازاي، او انت بتعملي ايه، او انت اتميزتي في ايه؟ انا ابتديت من سنتين ونص او حوالي من 3 سنين، كنت بروح بتفرج على سباقات عادية خالص زي اي اودينس بيروحوا. طب ايه اللي حببك في فكرة السباقات يعني كبنت، او يعني انا بحب يعني للاسف انا بمشي بطريقة هستيرية في الشارع، وغلط ان انا اقول الكلام ده، انا بحب اجري وانا سايقة، فبعدين قلت ده خطر وغلط، ما ينفعش اعمل كده. وزي اي حد بيتفرج على سباقات السرعة والدريفتنج، فعرفت ان في سباقات في مصر فيها الحاجات دي، فروحت اتفرج عليهم وعجبني جدا ان هم اشكال عربياتهم غير اللي انت بتسوقها بالزبط في الشارع. بالظبط، دي نقطه مهمه جدا، اشكال عربياتهم بالزبط. مختلفه، السيت اب بتاعها مختلف. بالظبط. وبيسوقوا طبعا بامكانيات عاليه جدا. ما حسيتيش بالخوف يعني؟ خالص بقى، حبيته جدا يعني. يعني احنا بنشوف حاجات سرعات عاليه جدا جدا وحوادث. جدا وحوادث وناس بتولع وناس مش عارف ايه، والسيفتي في العربيات بيبقى شكلها ايه، وحاجات كتير بالمنظر ده. طب ده كله يعني ما خوفكيش؟ لا يعني حبيته جدا، واللي هي الادفنتشر يعني ان انا عايزه اعمل كده. فانا بتفرج عليهم قلت انا عايزه ابقى زي اللي بيسوق في التراك ده، فقعدت اسال بقى ناس كتير وكلهم كانوا يعني واقفين جنبي. اشتريت عربيه زيهم وعملت يعني لها اشتريتي عربيه سباق؟ غير العربيه اللي غير هي العربيه بتاعتي، اللي هي الشخصيه بتاعتك. بتاعت الشغل وبتاعت كده. اشتريت عربيه وعملت لها فول سيت اب من الماتور و طب نعرف الساده المشاهدين الفول ستوب يعني عملتي ايه؟ انت يا بتشتري عربيه عاديه خالص حلو من اي حته، بس في انواع معينه خلاص. هل الامبير مثلا لازم يكون وكل حاجه يعني، بقول لك بقى، انت بتشتري العربيه عاديه، انت بقى بتشيل كل الحاجات اللي جوه العربيه دي، من كل الماتور الحاجات، لدرجه مثلا ترمبه البنزين، قربه الهواء، الريداتير، كل الفلاتر اللي جوه، الشكمان، نوع الكاوتش مش زي الكاوتش العادي، بيبقى سلاك يعني وسيمي سلاك. لو شرحنا للساده المشاهدين او للبنات اللي من سنك اللي ممكن ياخدوكي قدوه ليهم، هل الموضوع مكلف او مكلف قوي اباوت يعني مثلا انا اول عربيه انت اشتريتيها مثلا كانت ثمنها رخيص، كانت ب 30,000 جنيه مثلا. اقول نوع العربيه ولا ما عايزه تقولي نوع العربيه؟ قولي نوع العربيه. نوع عربيه فرنساوي. حلو. انا صرف عليها لغايه دلوقتي بتاع 45,000 جنيه. 45,000 غير على 30 ثمنها. بالظبط. تمام. طب الحاجات اللي طلعت دي يعني خلاص؟ لا خلاص اترمت يعني. طيب نرجع لسؤال مهم جدا، ليه دخلتي بقى المجال ده؟ انت اعجبتي بالمجال ده؟ انا ممكن اعجب مثلا برياضه معينه، اعجب ممكن بهوايه معينه، لكن ادخل المجال، ايه بقى اللي دخلك المجال ده تحديدا؟ انا زي ما قلت لحضرتك انا بحب اسوق بسرعه، بتحبي تسوق بسرعه، ادرينالين على طول وانا سايقه يعني، حتى لو طريق زحمه، غرز بقى وجري وتقفيل عداد في انا السفر. عارف طبعا ان البنات والستات يا اما ان هم يكونوا بروفيشنال قوي في السواقه، يا اما ماسكين الدركسيون مقربينه قوي، فانا مش دي خالص يعني. انا من ساعه ما اتعلمت سواقه من زمان
من 2003 متهيألي 2004 أول عربية ركبتها. تمام. اتعلمت كده إن أنا بسوق بدوس بنزين بس. بس. بس يعني. طيب دوستي بنزين في حياتك كم مرة وطورتي حياتك من نقطة الصفر اللي انت لسه ما تعرفيش حاجة عن المجال ده وابتديتي بقى لمراحل ان احنا بندخل سباقات وبناخد جوائز وبناخد، انا شفت يعني الاعداد فرجني على حاجات مبهرة جدا جدا جدا، كؤوس وحاجات. الحمد لله خدت جوائز كتير. ما انا بدخل نوعين سباقات. نوعين سباق. نوعين، السبيد والكارتينج. والكارتينج. ان شاء الله هدخل الرالي. الرالي ده اللي هو سباق صحراء برضه هنتكلم عليه. السبيد ده اللي هو مش العربية. هننسى الصحراء وهنتكلم عليها، بس انا عايز يعني تفصيلا كده احنا ابتدينا من مرحله الصفر، هل في تريننج؟ هل في تدريب؟ طبعا انت على طول بتتدرب. بتاجر تراك وبتروح تتدرب فيه او في عن طريق السيميليتر. حلو. لازم ده على طول. السبيد انت على طول يعني السبيد والرالي والكارتينج لازم تتدرب فيه. الكارتينج عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين دي العربيات اللي هي الصغيره، صح كده؟ الصغيره المتعارف عليها في مصر اللي هي عربيات اللي في الملاهي. لا بس هي غير الملاهي بس خالص. هي غير. صح كده؟ فيها بطولات عالميه واحنا برضو عايزين لو نعرف. لو الاعداد يا شباب يجيب لنا الصور كده نشوفها مع بعض. احنا برضو عايزين نعرف الناس ان الكارتينج دي مش بتاعه الملاهي بس، لا دي فيها بطولات عالميه بره في البرازيل وفي. طب سرعتها بتوصل قد ايه؟ بتبقى في 33 هورس باور وفي في 30 و33 وفي الاقل بقى اللي هي 9 حصان و10 حصان. هل اللي بيبتدي لسه جديد بيبتدي بموديلات معينه وبعد كده بيطور من نفسه ولا؟ ما لازم يبتدي واحده واحده لغايه ما يشوف هو امكانياته ايه. يعني انا اول ما ابتديت في عربيتي اللي هي السبيد اللي هي العربيه العاديه الكبيره السيدان دي ابتديت واحده واحده. طب انا لو حطيت الموتور ده يعني 1600 سي سي هيديني قد ايه؟ طب اعلى؟ طب اخليها تربو؟ طب نوع الكاوتش ده كويس ولا اعلي من نوع الكاوتش؟ الكاوتش بيفرق جدا. الكاوتش بيفرق جدا طبعا. طبعا. طيب هل احنا خلينا نتفق ان هل العربيات السيدان بس هي اللي ممكن ولا في ممكن العربيات البيك اب او العربيات الجيب؟ ما هي الجيب بقى دي ال 4x4 دي الرالي. دي الرالي تمام. يعني كل حاجه ليها طبعا عربيات ما ينفعش. طب ادخل الكارتنج بقى عشان نرجع تاني، هل يعني قابلتي اطفال او قابلتي بنات صغيره في الكارتنج؟ الكارتينج انت بتبتدي مثلا من 6 ل 8 سنين بس اهم حاجه يبقى طويل عشان يعرف يسوق. من 6 ل 8 سنين عشان يعرف يسوق. معاكي من 6 سنين لغايه بقى يعني عمر يعني 40 مثلا حاجه كده، بس اهم حاجه يبقى جسمه مش مليان. يبقى رفيع وطويل علشان يعرف. كل ما تبقى رفيع كل ما تبقى سرعتك اكتر. كل ما تبقى رفيع كل ما تبقى سرعه. طب ايه علاقه؟ عشان لو تخين مليان العربيه الكارت هتتقل. الكارت هتتقل. فمش هينفع تجري بيها بسرعه. يعني في ناس بتخس مخصوص عشان يخشوا الكارتينج. طب ايه البطولات والانجازات وانت شايفه ان انت كبنت وصلت لحد فين في المجال ده يعني؟ لا انا لسه يعني يعتبر في يعني ابتديت حلو لسه قدامي طبعا كتير. ابتديت يعني في النص انا دلوقتي. يعني اكيد انا عايزه بطمح وان انا بامل في حاجات كتير وبطولات بره مصر. انا دايما عايزه اوصل للعالميه مش عايزه ابقى في مصر بس. وده على فكرة إحساس كويس جدا 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 إن يبقى الطموح ملوش سقف. إن يبقى الطموح العالمية مش البطولات المحلية ومش إن أنا أقف مكاني ثابت. لا لا أصل أنت بتصرف بعد الصرف إن أنت مش هتبقى في مصر. أو إن أنا أقول لا أنا كده كويس وأنا بقيت كده زي الفل. لا في ناس عملت كده. في ناس عملت اكتفت بالمحلي. وفي ناس طلعت بره. وأكيد في ناس ما كملتش. وفي ناس ما كملتش قالت ان هي مش بتاعتي او مش عارف ادي فيها او انا بعمل كده ليه. هو انا دايما في مثل دايما بكرره انا كتير اللي هو وان كان دو سو اي كان دو. يعني طالما في شخص يقدر يعمل حاجه معينه يبقى انا اكيد اقدر اعملها لو انا نهجت نفس الواي او نهجت نفس الطريق اللي هو مشي فيه. بالظبط. العمليه كلها عمليه ان اي سكيلز في الدنيا هي اكوايرد، يعني نقدر ان احنا نكتسبها ونقدر ان احنا نطورها. يعني انا طبعا بدعو كل البنات وكل الشباب اللي بيشوفونا دلوقتي ان هم يعني مش هنقول يقلدوا، لا ينهجوا نفس نهج سلمى ان هي تقدر بسنها الصغير ان هي توصل للطموح ده وتوصل للنجاحات دي. كلمينا بقى على خدنا ايه من بطولات، خدنا ايه من تكريم؟ انا اخدت كذا كاس والحمد لله وميداليه ودرع برضو. يعني كنت نفسي اجيبهم بس يعني متشالين. طيب لو احنا علقنا على الصور اللي معانا على الهوا دي تقولي ايه؟ دي كنا في سباق رالي.
كنا في العاصمة الإدارية، كان رالي مميز جدا. أنا دلوقتي في تيم بنات بس، يعني برضو دي فكرة جديدة. دي فكرة جديدة بالظبط، كل التيمز بيبقى يعني هي الموتور سبورت معظمه 90% أولاد. طب احنا بنحيي التيم بتاعك من هنا من قناة الصحة والجمال ومن برنامج قطار مصر. احنا قطار برضو يعني، احنا ماشيين زيكم برضو في نفس السرعة، بس احنا سرعتنا طبعا اكتر بكتير في حاجات معينة وابطأ بكتير في حاجات معينة. طب علق لنا كمان على الصورة دي، انا شايف معاكي دي كنا في رالي تاني، ودي انا كنت في سباق سبيد ما عملتش كويس في السباق ده، وده كنت في الكارتينج وكسبت ده مركز اول. طبعا احنا عايزين بس نعرف السادة المشاهدين ان دي شكل عربية الكارتينج صح كده؟ بالظبط. هل في توقيتات معينه بيتم فيها؟ طبعا احنا عارفين دلوقتي في كورونا ده كنت في سباق اوتو كروس اللي في الساحل وده طلعت مركز اول في بطوله في العبور كارتينج دي برضو احنا شايفين طبعا ده كده يعني احتفال بالنصر بالنصر. دي بنتي دليدا هنتكلم عن دليدا وهنتكلم عن الاهل وهنتكلم عن يعني بنت جايه بتقول لاهلها لا انا عايز اشتري عربيه وبعد ما اشتريها انا هرمي نصها ايه. طبعا بابا وماما لا هما فيري سبورت جدا الحمد لله. هما في الاول بس ايه اللي انت بتعمليه ده ومش متعارف ان يعني ايه سباقات تنزليها وانت بنت وليه ممكن تعملي حاجات تانية احسن يعني ايه فقلت لهم لا انت عايز عربيه نجيب لك عربيه لكن ليه بقى تمام. فقلت لهم ما خافوش عليكي طبعا لا قلق طبعا بابا وماما في كل ما اروح اي سباق وفي سباقات مش في القاهره بس في شرم الشيخ فماما معايا على طول في كل سباقاتي دي كانت في شرم الشيخ برضو كسبت فيها وماما على طول في كل سباقاتي هي ودليد احنا كنا اتكلمنا على سباق انت قلتي انا ما توفقتش فيه كان احساسك ايه بقى لما ما توفقتيش لا عادي ما بزعلش بالعكس انا بهني اللي كسب التلات مراكز اول وتاني وتالت بيطلع البوديوم وبدي لنفسي حافز لا انا لازم السباق اللي جاي احقق حاجه كويسه يعني اي مرحله انت بتكوني فيها فيها نوع من نقدر مش هنقول فشل لان هي طبعا دي سلمه من سلالم النجاح وانا مش لازم على طول اكسب يعني اكيد في حد احسن مني طيب اكيد في حد بيتدرب اكتر مني. اللي انت مريتي بيها دي كلها ايه اكتر حاجه كانت موتيفيتد ليكي او دعمتك جدا وايه اكتر حاجه كانت ممكن تكون خلتك ممكن تسيبي المجال خالص اكتر حاجه دعمتني حب الناس الحمد لله يعني ده اكتر حاجه طبعا تدعم اي حد الحمد لله على طول مثلا اي حد يعرف ان انا نازله سباق معين لا احنا معاكي وفي ظهرك وبلاقي ناس مش متوقعه ان هم يجوا لي يتفرجوا عليا هل التشجيع ده نقطه مهمه هل التشجيع بيفرق معاكي داخل طبعا التراك طبعا وانا سايقه بلاقي حد يعني ما كنتش متخيله ان هو جاي بيتفرج عليا او حد بيعمل لي شير لاي بوست بحطه لا دي حاجه مهمه جدا بلاقي ان انا ناس كتير بقت بقى عارفاني كاسم ناس مهتمين ايه رايك يا سلمى نطلع نشوف فيديو ليكي في الكارتينج عشان نشوف سلمى عملت ايه نطلع يا شباب اول ما بتركبي الكارتينج او اي عربيه بتحسي بايه هل بتبقي خايفه طبعا
طبعا خوف، خوف كتير، واللي هو طب هنحقق حاجه ولا مش هحقق، طب الناس هتقول عليا ايه لو انا، الناس هتقول عليا ايه لو انا بالظبط يعني. يعني انا في مره نزلت سباق تهت في تهت جوه في التراك التراك من كتر التوتر. بعدين التراك ده انا شفته وحفظته كتير، وانت مفروض قبل ما بتنزل التراك بتلف عليه برجلك، بتعرف هتخش من هنا هتعمل ايه، هنا في اوردرز جوه التراك، انت مش بتمشي السريع بس، يعني بيبقى فيه سلالم، بيبقى فيه براميل بتلف حواليها زجزاج والحاجات دي. الادرينالين اخباره عندك ايه في هو اب على طول ما بينزلش. فلما طيب. انا تهت في السباق ده، لا اتضايقت جدا، وكان طبعا في جماهير كتير، كنا في الساحل، وطبعا يعني اللي مش عارف ان في سباق من الاضاءه والميوزك جه، في ايه الدوشه دي وبتاع، فانا تهت قدام الناس دي، طب انا هعمل ايه؟ فدي كانت خيبه امل فظيعه بالنسبه لي، بس ساعتها بقى اتعلمت لا يعني طيب ما تهش. التيم بتاعك تقريبا كام بنت او في السبيد؟ لا انا ما عنديش تيم، انا انديفيدوال، انديفيدوال الكارتينج انديفيدوال، برضو الرالي في تيم، التيم ده كله مثلا احنا عددنا بتاع 8 او 9، في طبعا تيم وراه اللي هو الميديا، وتيم اورجانيزيشن بقى، ناس طيب مسؤوله عن لو حد بيشوفنا دلوقتي وانبهر بالكلام اللي انت بتقوليه وحب وكان في يعني كان في باله الفكره بس مش عارف يعمل ايه، تنصحيه بايه؟ لا يعني يدخل على حاجات كتير، يوتيوب، سوشيال ميديا، يشوف يعني مثلا يروح فين تحديدا؟ يوتيوب، يوتيوب يشوف اللي هو ايه نوع العربيه اللي هو عايزها، ويتفرج على الناس اللي قبله وصلوا لفين وعملوا ايه، اشتروا ايه، وفي ميكانيكيه كتير دلوقتي. يعني هل في مكان معين ممكن هو يبتدي؟ يعني انا عارف دلوقتي عشان الاحداث اللي احنا فيها او العالم كله فيها ممكن يكون مفيش سباقات، مفيش لكن هل في تريننج ولا برضو تريننج؟ لا سيميليتر بقى، سيميليتر فين؟ في البيت عندك لو انت عندك بلاي ستيشن. يعني هو يدخل الاول على اليوتيوب يشوف الناس وصلت لفين، يشوف البدايات فين. هو مؤقت بس دلوقتي ان هو يتدرب على السيميليتر، لكن قبل كده انت بتأجر تراك وبترسم انت شكل تراك عايز تمشيه ازاي، وبتركب العربيه وتشوف بقى كل شويه التايم بتاعك، انا اتحسنت، طب انا حرقت على العربيه هنا مش قوي، طب ممكن وانت في وسط سباق الكاوتشه تخلص. يعني التايم من الحاجات المهمه جدا جدا، لان هو ده بيفرق السباق تايم. بيفرق بين اللي هو قبلي نمبر ومين وان اللي يكسب. مين اللي هيكسب. طيب ما يعني ما حاولتيش او ان انت تدخلي في مجال التريننج او حد ان انت دربتيه لا انا ادرب، لا في ناس مور بروفيشنال، مور بروفيشنال او دي شغلتهم سنين سنين. يعني انا اللي مدربني او اللي بيدربني طبعا كابتن شادي اسامه، يعني من زمان من بدايه التسعينات مثلا يعني، وهو دلوقتي وهو تقريبا معلم يعني ثلاث ارباع ريسرز في مصر. ممتاز. طيب احنا خلينا نتكلم في برضه اسماء كتير مش عايزه انساهم، ان اي مرحله من مراحل حياه اي انسان او اي مرحله من مراحل اي لعبه او اي مرحله من مراحل حياه اي حد طبيعي بينا لازم بيمر بمحطات بيكتسب فيها خبرات. يا ترى اللعبه دي ايه الخبرات اللي اكسبتها لك او ايه اللي ما كانش موجود عند سلمى واصبح دلوقتي موجود؟ انا من دي وان ركبت فيه العربيه او الكارت، لا باخد فيه خبرات يعني عماله اعلى فيها، ان مثلا لا انا الوقت بتاعي ده ما كانش كويس، فانا لازم ان انا اسوق المره الجايه احسن، اجر تراك تاني اكتر واتدرب. مثلا انا كنت بتدرب مرتين في الاسبوع، مش لاقيه برضه ان التايم بتاعي وحش. مرتين في الاسبوع مثلا فانا محتاجه اتكثف تماريني. يعني مثلا يعني التايم مانجمنت من الحاجات اللي احنا نقدر نقول ان هي بتظبطها قوي اللعبه دي، صح كده؟ طبعا. طب انعكست على حياتك؟ طبعا، يعني انا بخلص شغلي مثلا الساعه 5، عايزه ابقى في التراك الساعه 7 علشان اتدرب، طب التدريب ده هياخد مني ساعه او ساعتين، طب وبنتي هرجع لها امتى؟ وقتي تاني انام علشان ارجع الصبح الشغل، لا في تايم مانجمنت. طيب طبعا. تعالي نرجع للبيت والعيله وخلاص هم تقبلوا الوضع وكده، بعد كده ما بيخافوش؟ لا بيخافوا. يعني طبعا موضوع خطر، اقنعتيهم ازاي او ان انت؟ لقوني مبسوطه. حلو. انا الحمد لله اهلي ناس حلوين قوي، يعني ما دام انت مبسوطه بس احنا خايفين عليكي وتقدري اللي احنا خايفين عليكي، فاحنا عارفين ان انت مش هيحصل لك حاجه ان شاء الله. طيب دليدة بقى، هل وجودك في اللعبه دي اثرت عليها او ما حلمتش هي ان هي تكون زي مامي او؟ لا دليدة انا هطلعها بس مستنيها تطول شويه واخليها تخش البطولات برضو كارتينج، هي بتحب جدا الكارتينج وبتتبسط وبتحب قوي ان هي تطلع معايا صحراء، وباخدها معايا مع الميكانيكيه ده مهم جدا.
طيب هل في اجراءات خاصه بالسيفتي او بالامان نقدر المبتدئين يعملوها؟ بيبقى في سوت لازم انت تلبسها، وفي صور ليا ممكن يحطوها. لو صور يا جماعه وهي بالسوت بعد اذنكم. لازم السوت دي بتبقى ضد الحريق، ضد اي حاجه ممكن تحصل لي لا قدر الله وانا جوه العربيه، وبتبقى فيه الهلمت تمام لازم، والجلوفز، وجزمه معينه، ان لا قدر الله لو حصل اي حاجه هي دي اللي بتحمي جسمي ان ما يحصليش حاجه. طب ادينا كده اخطر موقف تعرضت ليه. لا الحمد لله لحد دلوقتي ما حصليش حاجه غير ان انا تهت بس في تراك. ده الحمد لله. يعني الناس اللي انا اعرفهم لا حصل لهم حاجات، في عربيات بتتقلب بتولع وبتتقلب وكاوتش كذا مره حصل قدامي عربيه ولعت، والحمد لله الناس اللي في التراك بيعرفوا يتصرفوا ازاي. بتقدري تديري بيتك بشكل كويس مع دليدة او ان انت يعني تهتمي بيها وكمان تاخديها وتحببيها في المجال ده، فده عملتيه ازاي؟ فطري برضو، يعني انا رايحة سباق فطبيعي هاخدها معايا، فهي حبت الموضوع جدا. ايه ده مامي وتتصور معايا، هي مثلا بتشوف كذا حد بيجي يصور معايا، فهي عايزة برضو تتصور معايا. يعني ممكن ما تحبش تتصور في البيت قد ما تحب تتصور في السباق، صح كده؟ يعني انا في بعد كل سباق بخلصه في، طب انت الكارت هي وان سيت بس، انت بتقعد جوه واحد، في نوع كارت تاني دبل سيت، فباخدها جنبي في الدبل سيت. في الدبل سيت بلفها لفه في التراك، بتبقى مبسوطه جدا وجايبه لها سوت وهلمت ليها. كل الناس بتخاف من الصحراء، ايه السر بقى مع سلمى في الصحراء؟ انا بحب الصحراء جدا، بحب كده هي ريلاكس كده وتدي لك جو وطعم كده بالليل وانت قاعد قدام النار، هدوء. انا اول مره دخلت بس برضه موحشه يعني. لا ما انت برضه بتاخد بالك يعني، في حيوانات وحشرات، بس احنا بنحاول ننقي مكان ما يبقاش جنب شجر عشان التعابين انواع وعقارب ما يطلعوش علينا، ونحاول ما نطلعش في الصيف طبعا، الصحراء ليها سيزن في الشتاء بس. تمام. عشان كمان درجه الحراره. انا اول مره طلعت صحراء كانت في 2010، كانت رحله عاديه جدا على السوشيال ميديا، حبيت الموضوع جدا فقلت يعني كذا مره طلعت اتبسطت جدا، بعدين عرفت ان في سباقات في الصحراء. عرفت ان في سباقات في الصحراء؟ ايه اللي بيعجبك في الصحراء يعني؟ نوع الرمل، واحنا عندنا في مصر كذا نوع رمله، في صحراء شرقيه وصحراء غربيه، ونوع الرمل ونوع الصخر الطوب بيخليك ان انت بتاخد خبره ازاي تسوق على نوع الرمله دي ونوع الرمله دي. يعني انت عندك رمله اللي هي بتاعت الفيوم دي سوفت قوي، ما فيهاش صخر وحطب، اللي هي السوليد او بالظبط ناعمه، فدي هتعلمك انت لو غرست هتطلع ازاي، ولازم عربيتك تبقى مؤهله لو غرست هتعمل ايه، غير في الصحراء الشرقيه والغربيه يعني الصحراء الشرقيه اللي هي صحيح ناحيه. دي نقطه مهمه جدا، الغرز ده يعني لازم فعلا عربيه بتبقى مؤهله، وغير ان هي مؤهله لو الرمله ناعمه قوي بتهيالي. انت طبعا قبل ما بتخش الصحراء يا سبت الاسفلت اللي هو الاون رود ودخلت اوف رود بتنزل الكاوتش شويه، يعني كتير مثلا انت مقاس الكاوتش العادي بيبقى 30 حاجه كده، انت بتخليه 12 او 10 عشان يعرف يمشي، عشان يعرف يمشي في وما يغرسش. يعني انت جرب مثلا في مره تروح الكاوتش على 30 هتلاقيك بتغرز على طول، عشان العربيه كمان بتبقى تقيله لما بتفك الهواء شويه من الكاوتش ما بتخليكش تغرز. طيب الصحراء وتجاربك مع الصحراء والحياه الشيقه دي كلها، يا ترى بقى في ظل احداث الكورونا انت لا مقفول. انا عارف ان هي مقفول، لا انا بتكلم عليكي انت انا في حرمان. انا عايزه اطلع الصحراء والصحراء مقفوله، المحميات كلها مقفوله. طيب تفتكري بعد ما هنرجع تاني ان شاء الله بعد ازمه الكورونا، هل هيبقى في اجراءات وقائيه بيتم تطبيقها في مثل هذه السباقات، او انت شايفه الدنيا رايحه لفين؟ ان هما كل السباقات مقفوله لغايه اخر السنه، لغايه اخر السنه 2020 احنا فيها كلها مقفوله، هنبتدي 2021 لو الدنيا كمان بقت كويسه. الاجراءات بقى اللي الناس تاخدها، لا طبعا يعني لازم السانيتايزر والجل والكحول. اظن احنا كثقافه الهيوجين او ثقافه التجمعات التجمعات بالظبط، وده مكان انا بشوف بيبقى فيه جمهور كبير، بيبقى فيه تجمعات، بيبقى فيه انت عايز بقى بيبقى فيه الاودينس 1000 بني ادم، 1000 بني ادم مثلا يعني، ده كده لو سباق مش قد كده. كمان يعني احنا الرالي بيبقى معظمه الناحيه الثانيه بقى، في مرسى علم، شرم الشيخ، الغردقه، الجونه، بتبقى الناحيه الثانيه،
بتعوضي ده بايه؟ ان مفيش سباقات ومفيش تدريب بشكل لايف، بتدرب سيميليتر بس الريال طبعا حاجه يعني اكيد اكيد اللايف. طب هنعمل ايه يعني؟ انا فكرت اروح اجر تراك وانزل بالعربيه، يعني انا عربيتي دلوقتي عامله لها سيت اب جديد، عايزه اجربه. ده مش عارفه يعني اجربه. انت عملتي ابجريد او ابجريد للعربيه؟ للعربيه مش عارفه اجربها يعني. مثلا همشي بيها على الدائري شويه او على المحور اسفلت مش مثلا، انا عايزه اجربها بقى في حواليات، في شده هاند، في نفس اللي انا بعمله جوه التراك، مش عارفه اعمله. يعني ما ينفعش اروح اجر تراك عشان الكرون. ده ممتاز جدا. طب هل اكتوبر فيه هنا اماكن نقدر ان احنا تجربي فيها او لا كده؟ للاسف. لو انت بقى شفت وانت ماشي حته ارض فاضيه وعايز انت تلعب فيها، بس اكيد الكمين هيجي لك على طول، يعني الشرطه مش هينفع. هي ليها اماكن كمان معينه عشان السيفتي. انا مبسوط جدا واكيد مشاهدينا مبسوطين جدا ومتشوقين لكده، وانا متشوق نفسي ان انا اشوف بتعملي ايه. اكيد هنبقى معاكي في سباقات، واكيد إن شاء هنبقى الله. معاكي حتى في تجربه العربيه الجديده. ان شاء الله. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب. وتبقي ميرسي. معانا في فترات تانية ان شاء الله. وانا اتبسطت بوجودي معاكم، وان شاء الله اتمنى لكم كل خير. قطار مصر ان هيقف شاء في الله. المحطه اللي تناسبك ان شاء الله. نشوفكم بعد الفاصل.